وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. مكون من أكثر من 200 صفحة، هزة كبيرة في الأوساط السياسية والنظام الحاكم في البحرين، وأيضا كل من يراقب الشأن البحريني. هذا التقرير تحدث عن مخطط متكامل يدار من قبل عطية الله آل خليفة، أحمد عطية الله آل خليفة الملقب بنتنياهو، ويرعى هذا التقرير من قبل الديوان الملكي في البحرين. ملخص هذا التقرير يتحدث عن عدة أمور. يتحدث عن خطة ومشروع متكامل لإحداث شرخ وصراع طائفي، يتحدث عن مخطط لتغيير التركيبة الديمغرافية، الرجالات أو الأشخاص الذين يعملون في هذا المخطط وفي هذا الأخطبوط كما صوره التقرير يتكونون أشخاص من عدة جنسيات، جنسيات أردنية تعمل في المجال المخابراتي، أشخاص مصريين يعملون في الجانب الإعلامي، بعض المنظمات تحت عنوان منظمات أهلية تعمل لدى أحمد عطية الله آل خليفة. وكشف التقرير عن بعض الشيكات المقدمة لهم والأموال المقدمة لهم. كان المتوقع طبعا أنه بعد صدور مثل هذا التقرير أن تحدث ثورة عارمة في البحرين، لكن ما حدث لم يكن متوقعا أبدا للمراقبين أو لكل مهتم بالشأن السياسي. يعني الحقائق التي ذكرها التقرير جزء منها موثق وعليها ومدللة بالوثائق، والجزء الأكبر يعايشه الناس ويعرفونه لكنهم لا يملكون المعلومات التي تثبته. تحدث التقرير عن المال الإسلامي وعن دور الإخوان في البحرين تحديدا. كان المتوقع أن تتوحد كل القوى السياسية في مواجهة هذا المشروع الذي يستهدف كل الوجود البحريني، لكن ما حدث هو أمر آخر جدا. فحرص بعض القوى السياسية على عدم الدخول في أتون أي فتنة طائفية أخذ ببعضها إلى محاولة ترطيب العلاقات مع أشخاص متورطين في هذا التقرير ومع أشخاص عاملين في هذا التقرير. في كل الأحوال نحن الآن بعد 10 سنوات من هذه المعلومات، والتي كنت أريد أن أشير إلى هذا الموضوع، أن البعض انشغل بالشخص الذي أصدر هذا التقرير، بشخصيته، بأهدافه، لماذا أصدر هذا التقرير، ماذا ينوي. البعض شكك في المعلومات، قليل من اهتم إلى أن هناك معلومات خطيرة يجب أن نتعاطى مع هذه المعلومات بغض النظر عن كيف صدرت وما خلفية صدورها وتفاصيل ذلك. في كل أحوال الآن بعد 10 سنوات المخطط لم يقف، وإنما كان ساري المفعول، النظام واصل في مشروعه، ومرة أخرى يحدث فينا هزة الدكتور صلاح البندر حينما يطرح ويتحدث عن رقم 360 ألف ممن شملهم التجنيس في البحرين. والمعلومة الخطيرة الثانية يتحدث عن أنه بعد 5 سنوات ستتغير التركيبة الديمغرافية في البحرين، حيث ستكون نسبة الشيعة 30% مقابل نسبة 60%، نصفهم أو أكثر من نصفهم من المجنسين. نريد أن نعرف عن حقيقة هذه المعلومات أكثر، عن تفاصيلها، عن أيضا
حديث الدكتور صلاح البندر نفسه مراقبته كيف تعاطى الناس وكيف تعاطى النظام مع هذا التقرير وماذا يملك من معلومات لي. بعدها إن شاء الله سنفتح المجال للمداخلات والأسئلة. ندعوه ونستقبله محفوفا مصحوبا بذكر محمد وآل محمد.